طبعا اول مره اكون متواجد في شرم الشيخ في حفله. الحمد لله الحفله كان موفق والناس كانت مبسوطه. حاولت طبعا بشكل كبير اغني اغاني وطنيه، والاغاني يمكن الناس سمعتها في البرنامج. وطبعا احنا بنعمل ده لدعم السياحه وتنشيط السياحه في مصر، وعايزين نقول للناس ان احنا بلدنا جميله، تعالوا شوفوا فيها اماكن لسه انتوا لسه ما شفتوهاش اصلا. اتمنى يا رب يكون الحمله بتؤدي الدور اللي اتعملت علشانه، واتمنى يكون وجودي النهارده حاجه مؤثره. وانا طبعا بتشرف ان انا يعني في اي مناسبه وطنيه بتخدم مصر بكون موجود فيها، لان انا اتعودت ان انا يعني امثل مصر سواء جوه مصر او بره مصر. بصوا، احنا في النهايه سواء الحمله دي او الحمله دي، احنا بنتكلم عن حمله بناء مصر، ان احنا عايزين مصر تقوم بينا تاني. بنقول لكل المصريين، لكل الفئات وكل الطوائف، تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبدا صفحه جديده ونبدا خطوه جديده نبني بها البلد، بدل يعني الانقسامات والمشاكل والخلافات والكلام ده كله. فاحنا عايزين نقول للناس بس نمحي الصوره اللي اتبنت عن مصر، ان الصوره اللي دايما بتيجي في التلفزيون، الضرب والمشاكل والحرق والقتل والدم والكلام ده كله. عايزين نقول للناس احنا هنرجع احسن من الاول ان شاء الله، ومصر هتقوم بينا تاني، بس نحط ايدينا في ايدين بعض. كونكورد ميوزك ان شاء الله هيتم. طبعا هيتم التنسيق ان شاء الله بين بلاتينوم ريكوردز اللي هي الشركه المنتجه، وبين شركه كونكورد ميوزك. ان شاء الله شركه كونكورد ميوزك هي اللي هتتولى الانتاج، هيبقى الاستاذ محمد رفاعي المؤلف والملحن. احنا بالفعل بدانا في السنجل، خلصناه وصورنا الفيديو كليب اول امبارح هنا في شرم الشيخ، وشغالين في الالبوم ان شاء الله. الالبوم يعني بنخطط له انه ينزل على موسم الصيف ان شاء الله. بحاول بقدر الامكان ما نتاخرش على الناس، ونحاول نقدم حاجه قويه للناس ان شاء الله. الايام اللي جايه هي اللي هتحدد الملامح، هنروح فين. انا مش عايز اطول عليك. هي الاغنيه من كلام والحان محمد رفاعي وتوزيع احمد ابراهيم. الاغنيه اغنيه رومانسيه، تقول كل واحد فينا بيحب وبيتحب، بيعيش احلام فيها الصدق وفيها الكذب. بنتكلم عن حاله رومانسيه انا بعيشها، وبقول ان اللي انا عشته ده بوصف الحاله اللي انا عشتها، حاله الحب اللي انا عشتها. الاغنيه رومانسيه ولكن فيها ايقاع وفيها طرب، يعني الاغنيه ايقاعيه ولكن فيها برضه غنى وفيها الطرب للناس. يعني احنا حاولنا بشتى الطرق نحط في سنجل واحد كل الاشكال. عايزين نحط فيها الغنى ونحط فيها الايقاع ونحط فيها الاحساس اللي الناس شافته في احمد في جوه البرنامج. مش عايزين نبعد كتير عن احمد اللي الناس عرفته، تمام. وحتى هتلاقي بدايه الاغنيه بتبدا بموال، لان يمكن انا اتعرفت شويه بالمواويل فالاغنيه هتبدا بدايتها كموال. يعني اتمنى ان شاء الله تعجب الناس يا رب. والكليب من اخراج ياسر سامي، متميز جدا ياسر سامي. عاملين لكم حاجه حلوه ان شاء الله تعجب. بالنسبه لالبومك انت بدات تتحرك، الكليب هينزل امتى؟ الكليب ان شاء الله راس السنه ان شاء الله. راس السنه. الالبوم حضرت خلصت فيه قد ايه ولا بدات؟ يعني احنا بدانا في الالبوم، يعني بنحاول نحط ايدينا على الاختيارات الاول وبعدين نبدا في التنفيذ ان شاء الله. في اي مشاريع فنيه ثانيه بتخططها؟ والله في اعمال سينمائيه اتعرضت، ولكن انا بحاول اركز اكتر في الغنى، بحيث ان احنا ما نهربش، يعني نحط ايدينا الاول على يعني احمد جمال المطرب، ونقف على ارض صلبه، وبعد كده خطوه التمثيل الجايه قدام شويه. انت مش رافض الفكره لا مش رافض الفكره، يعني هو انا شايف ان يعني في ناس كتير بتقول لي انت ممكن تمثل، فيك شويه انك تقدر تعمل حاجه او تقدر فيلم مسلسل او كده. انا مش شايف ده، يمكن الناس هي شايفاه اكتر، لكن ليه لا، يعني تجربه ممكن تضيف لي. يعني بقول لكل جمهور وشوشه.org كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله سنه 2014 تبقى سنه خير وتفاؤل وامن واستقرار على كل المصريين. وبتمنى يا رب زي ما عرفت احمد في 2013 تشوفوا مزيد من النجاحات والتقدم بيكوا انتوا في 2014. شكرا. Jump.